الفكره باش بديت هذه المهنه، حيت كيف ما حنا مولفين في المغرب كنسمعوا باللي هذه الخدمه ولا الشيفور ديال الكار، ما كايناش الشيفور ديال الكار، هذه المهنه هذه غير ديال الرجال. والحقيقه ملي جيت لاوروبا وجيت لفرنسا كنشوف البنات عيالات كيسوقوا، كيعجبني الحال لان العيالات تبارك الله ولاو شادين واحد المناصب اللي بحالهم بحال الرجال. خديت البكالوريا في 2012، من بعد درت الجامعه ومشيت درت ايكول اوتيليير لمده ديال عامين، ما كتبتش ما خدمتش في الدومين ديال لوتيلغي. من بعد درت 4 سنين ديال سانتر دابيل، تزوجت جيت لفرنسا. ملي جيت لفرنسا خدمت في بزاف ديال الخدامي، خدمت في لابوست، بزاف ديال الخدامي ما كانوش عاجبيني. كنت ديما كنخرج من الدار كنشوف طوبيس ولا الكار، المراه كتسوق الكار، كنت ديما كتعجبني هاد الشوفه هادي. بديت في لي ديمارش والحمد لله قبلوني. من بعد واحد لي تيست، دوز تيست ديال الكتابي، تيست شفوي، بروبوزاو عليا نمشي ندير ستاج في واحد الشركه ديال ترونسبور. هذيك الاسبوع ديال ستاج مشيت شت لا جورني، النهار ديال الشيفور ولا الشيفوره كيفاش كيدوز، باش نقدر نعرف المهنه عن قرب. من بعد ملي قبلوني الحمد لله بديت هاد البيرمي. للاسف كان جا الكوفيد وكانت القضيه صعيبه بزاف، بقيت كنتسنى بزاف ديال الوقت باش يعيطوا ليا على الفورماسيون. عيطوا لي واحد النهار على فورماسيون في افينيون، هاد المدينه بعيده عليا بساعه ديال الطريق. رغم ذلك باش ما نجلسش في الدار قلت لهم اه وبديت لا فورماسيون. كنت كنوض كل نهار مع 4 ديال الصباح، كيف ما قلت لكم ساعه ديال الطريق بعيده، كندوزو نهار كامل في الكار كنمشي، وكل واحد كيسوق ساعه ديال المكانه. من بعد كانوا عندنا دي كور في القسم، كنا كنقراو على لي ريغلومونطاسيون ديال الشيفور شنو خصو يدير. جا وقت الامتحان، النهار اللي كنت كنتسناه، حيت ما دوزناش امتحان في نهار واحد، دوزناه في بليزيوغ جوغ. دوزنا الكود، دوزنا لا فيمو اللي هي البطاقه المهنيه ديال المغرب، ومن بعد دوزنا كانوا عندنا دي فيش اورال، دي فيش اكريت، كان امتحان ديال ستاسيونمون الكرينو. مهم كان واحد الوقيته اللي هي صعيبه بزاف، الحمد لله تقت في راسي، دعوات ديال الوالده والوالد ديالي، الزوج ديالي كان معاوني، بزاف ديال الناس اللي كانوا دايرين بيا لي بوزيتيف. مشيت درت اونتروتيان، بديت الخدمه معاهم ديريكتومون الحمد لله. في الاول كنت كنسوق طوبيس لواحد المده ديال شهرين، سقت طوبيس لمده ديال شهرين. من بعد وليت كنسوق دابا الكيران. الفكره باش بديت هذه المهنه، حيت كيف ما حنا مولفين في المغرب كنسمعوا باللي هذه الخدمه ولا الشيفور ديال الكار، ما كايناش الشيفورات الكار، هذه المهنه هذه غير ديال الرجال. والحقيقه ملي جيت لاوروبا وجيت لفرنسا كنشوف البنات عيالات كيسوقوا، كيعجبني الحال لان العيالات تبارك الله ولاو شادين واحد المناصب اللي بحالهم بحال الرجال. في الاول فاش عيطت لمالين الدار وقلت لهم راني بغيت نولي شيفوره ديال الكار، جاتهم الفكره غريبه، حيت هاد المهنه هادي ديال الرجال ماشي ديال العيالات. ولكن ملي شرحت لهم قلت لهم بلي كاينين بزاف ديال العيالات دابا ولاو كيديروا هاد المهنه، بزاف ديال البنات اللي ولاو كيسوقوا الكيران، الرموك، لي بوس. وعلى داكشي وليت كنحط دي فيديو في تيك توك وفي انستغرام، حيت بغيت نشجعكم، بغيت نشجع الناس اللي بغاو يدخلوا لهاد المهن ديال السوبر لور، لي بوا لور، لي بوس، لي كار. بغيت نقول لكم بلي حتى حاجه ما صعيبه، الا تقتي في راسك، الا عرفتي شنو باغي دير كلشي كيولي سهل. في الاول كنت كنسوق الطوبيس، من بعد وليت كنسوق الكار. الخدمه خاصها الصبر بزاف، هاد المهنه صعيبه ماشي سهله ماشي لاي واحد، حيت فيها مسؤوليه كبيره بزاف، مسؤوليه انا كتهز معاك الناس، تهز معاك ارواح ديال الناس، راه ما سهلاش. و سورتو السوقان كيكونوا ناس ما كيحترموش القانون، بزاف ديال الحوايج كيطراو. الوغ انا كنخدم في الصباح، كنبدا بكري مع داك 6:30، كنسالي مع 10، من بعد دايره السبور، كنمشي للدار، كنوجد الغداء، كنمشي للسبور. والسبور شي حاجه مهمه في هذه المهنه هذه، حيت كيعاوننا، حيت كندوزو النهار كامل حنا جالسين، يعني السبور والماكله الصحيه حاجه اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للشيفور ولا الشيفوره ديال الكار.
من بعد كنعاود نرجع في العشيه وكنسالي مع جوه 8 9 الليل شي مرات، دي زوغيغ اللي هما كوبي يعني دي كوبيور. بالنسبه للي تراجي اللي كندير، كنخدم في اكسون بروفونس في مارسي، والحمد لله تعطاتني الفرصه انني مشيت لاسبان، درت فواياج اورغانيزي لاسبان ومشيت حتى لفواياج اورغانيزي لايطاليا. الوغ انا كندير انتيغ اوربان، هي كنخرج من المدينه كنشدو لوتوروت كنخرج من المدينه، كان عندي ثلاثه ديال المدينات صغار، من بعد كنشد لوتوروت كنمشي لاكسون بروفونس، وكل سيمانه عندنا لي زوغيغ مختلفين على السيمانه اللي قبل، كل مره كيتبدل. بالنسبه للكار عندي نفس الكار ديما، ملي كندخلوا للشركه كيعطيو كل شيفور الكار ديالو، حيت الشيفور هو اللي مكلف باش يغسل الكار باش يقاد الكار، هو اللي خصو يدير، انا اللي كندير الغازوال كنديروا لي نيفو ديال الزيت وديال الماء، يعني الكار كيولي بحال الطوموبيل ديالك. هذاك الشيء اللي كنطلب من الوالدين انهم يشجعوا وليداتهم، حاولوا تشجعوهم، حاولوا توصلوا معاهم الاهداف ديالهم. بالنسبه للعيالات كان بغيت نقول لهم باللي خصكم تثقوا في راسكم، تثقوا في راسكم، كيف ما انا وصلت كيف ما حتى انت اللي كتشوفيني وانت اللي كتشوفني غتقدروا توصلوا، كيف ما انا زعمت وليت شي فوره ديال الكار حتى انت وحتى انت ممكن ديروها. انا كان الحلم ديالي انني ندير هذه المهنه والحمد لله حققته، وكنتمنى حتى نتوما تحققوا الاهداف ديالكم. خاصكم غير تثقوا في الهدف ديالكم، توكلوا على الله وبيان سور ردات الوالدين، وكل شيء كيكون سهل، كل شيء كيولي هو هذاك.